وأكيد زينب لحتى نحكي أكثر عن سينماتيك. أكيد معنا بالاستوديو السيد مراد شهير المدير العام للسينما. يسعد صباحك، رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل سوريا إن شاء الله. يسعد صباحك سيد مراد. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي ونتعرف أكثر عن مشروع سينماتيك. السينماتيك هو ببساطة إرث وذاكرة وطن، بمعنى لما انت بيكون عندك انتاج سينمائي خلال فتره طويله من الزمن لابد من ارشفتها، فالسينماتيك هي ارشفت هذه الماده السينمائيه حتى يكون بالمقدور الاطلاع عليها متى شاء اي شخص، بمعنى هي تحتوي على جميع اشكال الانتاج الوطني السينمائي، اذا كان من افلام روائيه طويله او افلام قصيره او نشاطات سينمائيه اخرى، بالإضافة إلى أفلام القطاع الخاص، كما أنها تحتوي على أهم الأفلام العالمية لكبار مخرجين السينما في العالم. فهي هي ببساطة موضوع السينماتيك، هو أرشفة للسينما الوطنية. نعم أكيد أكيد أستاذة مراد، يعني عم نحكي لي عن سينما تيك، وهي مثل ما قلت حضرتك إنه هي أرشفت المواد السينمائية. هل ممكن يكون في إلى مرتادين؟ يعني إجت الفكرة من خلال المطالبة، هل لقيتوا من الجمهور مطالبة أو من المشاهدين مطالبة حتى فعلا يتم أرشفة المواد السينمائية، خاصة نحن شهدنا خلال الفترة الأخيرة على نهضة بالسينما. هلا ضمن إطار الإعلان عن إنشاء المعهد العالي للسينما، واللي هون بحب أشكر بشكل كبير السيد وزير الثقافة الذي أنجز هذا المشروع الذي طال انتظاره، لأنه هو مشروع مهم وصار ضرورة جدا في سوريا أنه يكون معهد عالي للسينما. وضمن الطلب المتزايد والاهتمام الزايد من الشباب السوري على الثقافة السينمائية كان لابد من إنجاز السينماتيك. هذا المشروع اللي بيساهم بشكل كبير بنشر الثقافة السينمائية بالبلد، وهو كما قلنا هو ضرورة لكل مهتم بالشأن السينمائي، إذا كان طالب كان راح يكون في طلاب بالمعهد العالي، طبعا إذا كان طالب، إذا كان مهتم، إذا كان ناقد، إذا كان معد برامج، عندما يريد أن يطلع على شيء معين أو مدرسة معينة من مدارس السينما فلا بد من وجود السينماتيك حتى يستطيع أن يطلع على هذا الشيء، فمن هون أهمية وجود هذا المشروع. نعم. خلينا شوي نحكي عن تفاصيل سينماتيك. يعني في كتير أفلام أو في كتير إنتاجات لازم هي تتأرشف، فهي قديمة شوي، في تاريخ محدد ولا من لحظة انطلاق هذا المشروع رح يتم أرشفتها؟ لا، هلأ بالنسبة للسينما الوطنية اللي هي إنتاج سوري، طبعا كل ما انتج في المؤسسة العامة للسينما منذ أن أنشئت وحتى اليوم سيتم أرشفته. حلو. طبعا في بعض الأفلام مترهلة، بعض الأفلام بقي من أجزاء صغيرة، حتى مع هيك ستتم أرشفت هذه الأجزاء، الأفلام التي بحاجة إلى ترميم وأرشفتها، بالإضافة إلى أفلام القطاع الخاص يجب أن تكون مؤرشفة ضمن هذه المكتبة الوطنية. رح يكون في شروط محددة مثلاً الكواليتي تبع الصورة، الكاميرات المستخدمة، هدول التفاصيل رح لا يكون لا في لا إلى لا شروط؟ لا لا، نحن يعني سنحاول كرمال تكون هي التوب مثل ما بنقول. نحن سنحاول أن نحسن صورة، ليش عم بدك في رح يكون في ترميم لبعض الأفلام، لأنه الأفلام المتضررة لابد من ترميمها حتى تكون بصورة جيدة على الأقل. فهي يعني كل ما أنتج في سوريا سيتم أرشفته ضمن هذه المكتبة. قلت لك بالإضافة إلى كان في بالمؤسسة العامة للسينما شيء اسمه الجريدة الناطقة. نعم. وهي كانت جريدة تعنى بالشؤون الحياتية والسياسية والاجتماعية، أيضا سيتم أرشفت هذه الجريدة. بالإضافة إلى الأفلام، هناك آلاف الساعات من الأفلام القصيرة سيتم أرشفتها، وسيتم أرشفة بعض أفلام القطاع الخاص أو ما سيتم الحصول عنه من تلك الفترة. يعني هو لابد من أرشفة كل ما نستطيع أرشفته، حتى لأني كما قلت السينما هي ذاكرة وطن، فلابد من أرشفة هذا الفن حتى يبقى. يعني مثل ما قلنا السينماتيك الفرنسي أنجز أو أسس في الثلاثينيات من القرن الماضي. صحيح. وأسسه إنري لانجلو، جاب العالم من الغرب إلى الشرق،
حتى يجمع ما استطاع من أفلام سينمائية وأرشف ضمن السينماتيك الفرنسي لدرايته بأنه السينما هي ذاكرة وطن، وللحفاظ على هذا الفن لابد من أرشفته. نعم أكيد. فمن هو من هذا الباب لابد من أرشفت كل ما نستطيع أرشفته. أستاذ مراد، يعني مثل ما قلت يمكن السينما هي ذاكرة وطن وشعب، يعني بالنهاية كمان ممكن تكون سينماتيك هي خطوة للاستفادة من الأخطاء طبعا الموجودة ببعض الأفلام السينمائية، استدراك بعض الملاحظات عند، خاصة أنه أنتم كمان عم تدعموا سينما الشباب، فممكن الشباب أنه يستفيدوا من بعض الملاحظات أو من بعض حتى الإيجابيات بالأفلام. هلأ كل هي التجارب هدفها بالنهاية نشر الثقافة السينمائية على أكبر نطاق ممكن، بالإضافة إلى عندما يبدأ المعهد العالي ستكون هناك آلية أكاديمية لإعطاء العلوم السينمائية، فكل هذا بيساعد على تجاوز الكثير من الأخطاء وحرق الكثير من المراحل للوصول إلى إمكانيات إنسانية يعني فنية سينمائية بالمستوى الجيد. نعم أستاذ مراد، خلينا شوي ندخل عالم السينما. عنا سينما مهمة وعنا إنتاج كمان مهم وعنا جهود شبابية عم تبذل من أجل السينما، ولكن إلا ما يكون في يمكن في ثغرات هي بتعيق العمل السينمائي، شو هي ملاحظاتك لتطوير السينما بسوريا؟ هلأ تطوير السينما بسوريا بالدرجة الأولى هو بحاجة إلى كوادر أكاديمية كما قلت. دائما الكادر الأكاديمي الموهوب عامل مهم جدا في تطوير آلية العمل السينمائي، بالإضافة إلى لابد من تشجيع الشريك الآخر وهو القطاع الخاص على خوض هذه المغامرة، لأنه دائما يعني المؤسسة تقوم بما تستطيع أن تقوم به، ولكن لحالة ما فيها تنشر الثقافة السينمائية، لابد من وجود القطاع الخاص الذي يشكل بشكل أو بآخر رديف لهذه العملية. فسوريا بحاجة إلى قطاع خاص، إلى دور عرض أكثر حداثة، بالإضافة إلى نشر الثقافة السينمائية. نحن عندنا إمكانيات مهمة سينمائية، معدات، فنيين. هذا الشيء أكيد، هذا الشيء أكيد، وعم بقول لك كونه هلا رح يصير في معهد هي الخبرات ستزيد، والمواضيع التقنية موضوع سهل ما في أي مشكلة، هذا فيك توجديه إمتى ما كان، ولكن بالبداية لابد من تأهيل التقنيات البشرية يعني القدرة البشرية على التعامل مع هذه التقنيات. طيب خلينا نتعرف شوي على نشاطات المستقبلية كمان لمؤسسة السينما غير سينماتيك، شو ممكن يكونوا محضرين؟ هلا المؤسسة من حيث النشاطات هي مستمرة بالنشاطات اللي عم تقوم فيها بشكل دائم، إذا كان من ناحية إنتاج الأفلام أو الحياة السينمائية أو الآفاق أو سلسلة الفن السابع، يضاف إلى ذلك مجموعة من المشاريع التي نقوم كل فترة بطرح مشروع جديد. اليوم نحن طارحين مشروعين غير السينماتيك، المشروع الأول اللي هو ورشات الكتابة السينمائية، وهو مشروع موجه للشباب السوري أيضا، يعني شيء موازي لمشروع سينما الشباب، ولكن هنا على صعيد الكتابة، يعني نبحث، يعني هدف المشروع الوصول إلى مواهب شابة في سوريا عند الموهبة والقدرة على كتابة سيناريوهات أفلام روائية طويلة. بالإضافة إلى المشروع الآخر وهو منافذ البيع، ضمن الطلب المتزايد على أفلام المنتجة في المؤسسة العامة للسينما، وخوفا من تسريب هذه الأفلام اقترحنا أن نقوم بفتح منافذ بيع للأفلام المنتجة في المؤسسة للسينما في المؤسسة العامة للسينما والتي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات. هدول المشروعين تم الإعلان عنهم وسيرون النور قريبا جدا إن شاء الله يا رب. أستاذ مراد، يعني شفنا يمكن بعديد من الأماكن دعم سينما الشباب، إما للأفلام القصيرة أو للأفلام الطويلة، مثل مثلا شفنا مهرجان دار الأوبرا اللي أقيم بدار الأوبرا، وأيضا يمكن عم يكون بالمحافظات السورية كمان عرض أفلام قصيرة لدعم الشباب. يعني هي الخطة هي شو شروطها، شو الشروط يلي لازم هي تكون على أكمل وجه كرمال الفيلم يتم عرضه أو يدخل بسباق المهرجانات معكم؟
هلا بالنسبة لمهرجان سينما دعم الشباب والأفلام القصيرة، هو أنشئ بالدرجة الأولى من أجل مشروع دعم سينما الشباب، إنه هاي الأفلام التي يتم إنتاجها ضمن هذا المشروع بينعمل لها مسابقة ضمن مهرجان، و ينتهي المهرجان بتتويج هذه الأفلام. هلا اليوم نحن عم نفكر بتوسيع المهرجان ليضمن ليكون فيها أكثر من مسابقة. نعم. فالشروط دائما لها علاقة بالكواليتي، الصورة والحكاية، حكاية الفيلم، القصة التي يرويها هذا الفيلم والهدف منها والرسالة التي يريد أن يوصلها هذا الفيلم. نعم. يعني هي الشروط بشكل عام، ولكن عندما هناك في لجان لقبول الأفلام بيتم بكل مهرجان على شكل بشكل منفرد بحث الآلية والمعايير التي سيتم انتقاء فيها الأفلام. بعد أحداث المعهد العالي للسينما، هل تكون سينما الشباب تضل رديف فعلا لحتى يكتسبوا الخبرات أكثر العملية؟ أكيد 100% سيبقى مشروع دعم سينما الشباب، وسيبقى مشروع الدبلوم العلوم السينمائية، المشروعان سيبقيان، ولكن ربما يطرأ عليهما بعض التعديلات من حيث الشروط الأساسية لهذين المشروعين. نعم، نحن أكيد نتمنى لكم كل التوفيق بهذا المشروع، وبدنا نتمنى أكيد كمان التوفيق للكوادر يلي عم تقدم جهود وتبذل جهود من أجل استمرار السينما السورية. كثير بدنا نشكرك أستاذ مراد، وموفقين يا رب. الله يسلمك يا رزق. وأنا بدي أتمنى لك التوفيق، وخاصة لمؤسسة السينما والمعهد العالي للسينما، وإن شاء الله الفن السابع بضل عم يرتقي بسوريا وعم بيأرخ ذاكرة الوطن والشعب. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك.